شوف واش لقيت في السوق على الصباح. تعرفوهم هذا؟ هذا من العناب، هذا من زعورة الجبل. ما تتعب روحك، ما تروح تحوس ما والو. شوف هذه شريتها ب20000، شكارة من الصباح انا ناكل، وهذه ب15000. السيد هذا جابو من الجبل، منطقة بين الحدود بين ميلا وجيجل في الجبل. قال لي اروح دي عليا، المهم دي عليا وخلاص، هاي الحالة حابسة. هايل ثاني حلو هايل، زوج قواطة تاع طماطم ب15000، قاعد يبيع باطل على كل حال. قال لي المهم فك عليا وخلاص، جاب بزاف، جاب كونتيتي. هذا العناب واش راح نقول لكم، فاكهة لذيذة من الصباح انا ناكلها غايع صح. شوف هايل، واحد البنة فيه ما عندي ما نقول لكم، يستاهل السومة تاعو. انا ذاك البذور هذه شوف راني ما نطيش فيها، دوك هذه كامل نزرعها، نكسرها، نكسر العظم ونزرعها. هذا ثاني نكسر العظم تاعو، نكسر العظم تاعو ونزرعو. هذا شجر متحمل الجفاف وهذا متحمل الجفاف، في زوج في زوج يصرح عليه من النحل. هذا الفوائد تاعو مليح بزاف لجماعة فقر الدم، هذا ما تهضرش جماعة الشرايين، جماعة اللي مرض بالقلب، هذا مفيد جدا به بالازهار تاعو بالاوراق تاعو، ينبت بزاف غالبا في المناطق الشرقية الجبال تاع الشرق. نتمنى تكثروا الاشجار هذه. انا واحد من الناس ما نروحش للجبل، على انا السيد جا هنايا شوف راح تعب، لقطهم وانا نبيع في الطاندوزات، راني نبيع في الطاندوزات، اللي يحب يشري يعيط. المداخل اللي ندخلها نشري بها هذو، على هنا السيد هاو لقى رزق بنبتة برية، وانا لقيت رزق كي نبيع لكم طاندوزات. المهم اللي مهتم بالطاندوزات يتصل، اللي مهتم بهذا يروح للاسواق الشعبية كتلقاهم. هذو فاكهتين مفيدة، ما فيهمش الدواء، ما فيهمش المبيدات، حاجة مليحة بزاف. مسقية بالمياه، هذه تقريبا تم تصغير رطوبة تاع التربة وشوية تسقط عليها الأمطار، ما المهم ما تدخلش فيها الإنسان نهائيا. شوف الله يبارك، ناكل أنا والعائلة والجيران وكامل، أنا ما ب15000. وهذا هذا اللي يابس ما عندي ما نقولكم، هذا والبنة كان في اليابسة. شجرة العنب شجرة عملاقة، هي نوع من السدر. المهم اللي مهتم بآلات الحلاقة من نوع يا رافعة، كاينة هذه، كاينه هذه، كاينه هذه الحلاقه تاع كيما الموس، فيها زياده، فيها تحكم في السرعه مليحه.